لا هو لان كانت الاتجاه ديالي للسينما اكثر، بانني في هاد العامين الاخرى خدمت واحد 5 ديال الافلام مغربيه، ليله صيف مع فوزي بن سعيدي، سمكه حمراء مع عبد السلام الكلاعي، زنقه كونتاكت مع اسماعيل العراقي، اللكمه مع محمد امين منى، تاج الموسم مع حسيني سي محمد حسيني. دونك هادو فاش يديك فاش تديك سينما تتبعد على التلفزيون شويه. وثانيا واحد الحاجه خص الواحد عاوتاني ما يبقاش بالنسبه لي ما بقاش يتعاود ديما في لي سيت كوم، راه راه غنطلعوا للناس في راسهم زعما، تتبان لي بان تغيب واحد المده وترجع عاوتاني بشي حاجه جديده بشكل جديد بكونسيبت جديد تنظن غيكون احسن. بالنسبه للجديد ديالي في شهر رمضان كانت هو المشاركه مع الفيلم التلفزيوني من اخراج عادل الفضيلي اللي هو البركه فراسك، هي المشاركه الوحيده اللي كانت عندي. ولكن كما تعرفوا بان تتكون اعادات كثيره لبعض المسلسلات اللي كاينه واللي تدوز بحال قلوب تايها اللي ديال اخراج ديال ياسين فنان، زعما هادو هما اللي كاينين. ولكن في هذا الحجر الصحي انا تنشتغل على حوايج اخرين. هو كاين واحد المسلسل اللي كنا حتى بدات التصوير ديالو توقف اخراج مراد الخوضي مع الام بي سي 5 اللي هو سميتو ولاد المرسى واللي توقف، وكانت عندي مشاركه في واحد الفيلم امريكي اللي حتى هو تاجل بسبب هذا الحجر الصحي. وكاين الان واحد التواصل مع واحد المخرج بلجيكي للاشتغال على واحد الفيلم سينمائي مطول. هادو هما كل شيء، هاد لي بروجي هادي توقفوا، تنتسناو ان شاء الله من مور الحجر الصحي ونشوفوا نستأنفوا الحياه ديالنا بطريقه عاديه. وتنشتغل على واحد الاغنيه انا ولمياء الزيدي اللي كتبنا الكلمات ديالها واللي هو اللي غيكون الجديد، وهي تتكلم على هاد المرحله الحجر الصحي ونشر الامل للناس. انتظروا هاد الاغنيه عما قريب اللي سميتها ازمه وتفوت. هو في الحقيقة جات هذه الفكرة ديال هذا البروجي ديال واحد البرنامج اللي خفيف، هو ديال 5 ديال الأسئلة بسيطة ديال هي آخر حاجة، واللي بغيت نسولها بواحد الطريقة اللي تكون فيها فائدة، ما تكونش تخرج على ما هو عادي، ماشي فقط أسئلة ولكن أسئلة وإفادة، مع مجموعة ديال الفنانة والرياضيين والإعلاميين والسياسيين المغاربة الأصدقاء ديالي، اللي غنحاول ما أمكن تكون هي واحد انطلاقة ديال واحد برنامج سميتو آخر حاجة، اللي هو صغير بسيط وتنتمنى بأنه تعمل الفائدة. هذا هو علاش اللي درته في القناة ديالي ديال اليوتيوب، وتنظن بأن نتمنى بأنه يكون تجاوب جميل من الجمهور معاه وتعجبوا هذه الفكرة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.